جينا نبارك عيد وحدتنا هلا يا خير عيد لكفت الأحزاب نهني والشرائح والشعب يا مرحبا يا مرحبا يا عيد وحدتنا المجيد اتوحد وتناسى وحدة دفينا لن لها هفدا توحد سهمنا باركت العدالة أكيد إذا توحد سهمنا باركت العدالة أكيد ما هي لدينا مشكلة برئيس واحد منتخب ولا يكمل مجلس رئاسي منتخب فيها العديد مشهم واحد أو ثلاثة أو أربعة كما حسب أهم شيء إن القضية والهدف ما هو عيد أهم شيء إن الوطن بالعين من تحت الهدف وإن من هذا السعيد يرجع كما كان سعيد هذا الوطن ضرب التراب خير من من جملها وكل ما في الأرض ما يسواها هو من الجديد هو الذهب والماس ولا شيء ربي قد وهب وهو الكنوز وهو البنوك وهو الضمان وهو الرصيد وهو الهام وهو الهوية والأسامي والأدب وهو الطبيب وهو الحبيب وهو الكذب وهو البعيد هو الذي وهو الهام وهو الهوية والأسامي والأدب وهو الطبيب وهو الحبيب وهو الكذب وهو البعيد هو الذي لجنه يعطي واحدة الأمام أحب وهو الذي من حبها أعطيناها من دم الوريد هو الذي وحال أجله كل أم وكل أب يمكن 100,000 من الجرحى ودي كم شهيد كم من بطل كم من أسد كم من أمير كم من شجر كم من نجم كم من عبيد كم من لواء كم من عميد ضحوا عشان الوطن كلًا سكب دمه وصب ولم يحبوه مستعدين يضحي بالمزيد ضحوا عشان الوطن كلًا سكب دمه وصب ولم يحبوه مستعدين يضحي بالمزيد ولتسمعوا أعضاء مجلس الرئاسي من كتب كلمه قصص الهبايا كلها كل حر وكل جيد جمهورية وحدة وطن تاريخ موروث مكتسبها الثوابت عنها لا يمكن احنا نعيد فلتعلموا هذا الثوابت عنها لا يمكن احنا نعيد فلتعملوا من اجل تفجير المشاكل والكرب ولتعملوا كل الوسائل لاجل اخماد الوجيد عبر الانوار عبر الهدار عبر الامم عبر العرب عبر السلام عبر القتال بالنار ولا بالحديد ولا تقول رفض عبد الملك كل انقلب الانقلابات عادته والرفض من الشياطين لا تقلبوا ما قدرنا شجنات والكعب ولا نزالتنا ولو قوه ولو باس شديد عاد النشامه ولا تهموا لا رفض عبد الملك ولا انقلب الانقلاب فعادته والرفض من شيء اكيد فلا تتقبل ما قدر احنا شجنات والكعاب ولا نزال احنا ولو قوه ولو باس شديد عاد النشامه في المدارس جاهزه عند الطلب تسقي كاسه مر وتقلل لك يرجع بلدي بياكله تفاح ماشي بارتفاع ماشي عناب ولا عناب لكن سفرج المر بشط الوريد احنا الرجل منا بأكل التفاح ماشي بارتفاع ماشي عناب ولا عناب لكن سفر المر يشق الوريد احنا الرجل منا يهد الحج الاسود لا ضرب من حرنا لا الحديد بلنا لا الجليد نشيدنا لن ننحني تبت يد الوديد وتب حتى ننزل الحوثيين بيستمر هذا النشيد اذا معاه ابو علي وابو طلي وابو لهاب فعندنا الفخار والقعقاع خالد الوليد احنا الرجل منا يهد الحج الاسود لا ضرب من حرنا ذاب الحي من بردنا ذاب الجليد نشيدنا لن ننحني تبت يد الحوثي وتب حتى نزل الحدود ما يستمر هذا النشيد اذا معه ابو علي وابو طلال وابو لهاب فعندنا الفار والقعقاع خالد بن وليد اهم شيء لا احد يعمل على ثاني مطب من الخلافات بيننا الحوثي هو اكبر مستفيد ما بيننا بين ما بيننا وبين هذا اكبر بلاء واكبر تعب بل الحوثي من الجيش بيأس الجمال يوم حصيد هذه رسالة من تلك الفن واصحاب الادب صلوا على طه حمد الله في خلق قصص الله.